اخبار اليوم. عادل ما دخلش حد من هنا. كل مش خاصه والله. ويمتد إلى طريق دير الأسيوط عند كوبري الوصل. المشكلة مش في الطول ال 22 كيلو، المشكلة عندنا إن إحنا بننزل من فرق منسوب 200 اللي إحنا فيه دلوقتي. الصورة هي من النقطة اللي إحنا واقفين فيها قدام المطار لمسافة حوالي 12 كيلو. بداية وادي أسيوط، كل ده احنا فوق الهضبة، الهضبة بترتفع عن أسيوط منسوب فرق منسوب حوالي 150 متر. ال 12 كيلو الأولانيين هي في أرض شديدة الوعورة، ليها طبيعة خاصة جدا صحراوية، ودي بادئ وادي أسيوط. وادي أسيوط بيفرض علينا تحدي من نوع خاص. الطريق طبعا على طول مساره كله مؤمن بالكامل طبقا لأعلى معايير الجودة، مؤمن لاستخدامه. الغرض الاساسي الموضوع ده انت لما تيجي تعمل مدينه متكامله المفروض مساحتها تقرب من مساحه مدينه اسيوط كتجمع اول، حتى التجمع اول ده مساحته تقرب من مساحه اسيوط ككل. تمام، انت بتتكلم على 3743 فدان بالمقارنه بمساحه مدينه اسيوط اللي هي 4000 فدان، فانت بتتكلم على حوالي ما يقرب من 95% من المساحه الحاليه لمدينه اسيوط كتجمع اول. فانت عشان المكان ده كله يستغل بالكامل اكيد هتكون الاسعار ان شاء الله متناول الناس. احنا ما بنتكلمش على التجمع العمراني، التجمع العمراني ده ليه اسلوب تمويل مختلف، وطبعا ده هيكون في نوع من الاستثمار للمحافظه، وبالتالي يعني مش مجال ان احنا نتكلم عنه دلوقتي. انما احنا بنتكلم على الطريق نفسه اجمالي تكلفه حوالي 300 مليون ان شاء الله. يمكن المرحله الاولى قد تتعدى 90 مليون، المرحله الاولى 12 كيلو. طبعا المرحله الثانيه ممكن تكون اغلى شويه عشان فيها نزع ملكيه وفيها امور ثانيه. انما هي دي التكلفه اللي هي تقديريه حاليا 300 مليون ان شاء الله ما نعديش ان شاء الله.